خد على التليفون حازم فتوح طبعا رئيس الشركة المنظمة لدورة الوحدة اللي موجودة في أبو ظبي. أستاذ حازم مساء الخير عليك. بخير كابتن محمد، عامل إيه؟ تمام؟ حضرتك كله الحمد لله كويس، كله الحمد لله. الحمد أهلا لله. بحضرتك أهلا بيك طبعا في قناة نادي الزمالك. كلمنا عن الاستعداد طبعا، أو جت الفكرة إزاي مبدئيا، وكيف تم التواصل مع نادي الزمالك بخصوص دورة أبو ظبي؟ أولا برحب بحضرتك وبالسادة متابعين قناة الزمالك. وبخصوص فكرة البطولة، أنا كنت الفكرة يعني كنت بفكر فيها من حوالي 5 شهور، إن يكون في حاجة البطولة تجمع أندية عربية تقام على دولة الإمارات. وفي خلال طبعا كان محدد مسبقا من شهر يناير هيكون فترة توقف بسبب مشاركات منتخبات العربية، سواء منتخبات أفريقيا أو في برضه في نفس التوقيت بطولة آسيا. وطبعا مجرد ما انت بتفكر في بطوله في انديه عربيه، فاكيد اول اسم هيجي في بالك نادي الزمالك، نظرا للجماهيريه الكبيره جدا لنادي الزمالك خارج مصر وفي الدول العربيه والافريقيه. فانت عارف حضرتك نادي الزمالك واضافه لاي بطوله، بالاضافه طبعا الفرق الكبيره الموجوده. فعرضنا الفكره على مجلس الاداره برئاسه الكابتن حسين لبيب، وكان برضو الكابتن احمد سليمان معانا في الملف، والاداره كان ليها بعض الطلبات وملاحظات. طبعا كانوا حريصين طبعا على يكون الزمالك هيحقق اكبر استفاده ممكنه من المشاركه بالبطوله، والحمد لله تم الاتفاق وقدرنا ان احنا ان شاء الله يعني نعمل البطوله بفرق تكون اضافه وتحقق الاستفاده لنادي الزمالك من خلال فتره اقامته في الامارات، اللي يكون في احتكاك قوي مع فرق كبيره، نادي الاتفاق السعودي، نادي الوحده الاماراتي، نادي ام صلال، وكلها فرق بتجمع نجوم كبار. في نفس الوقت جماهير الزمالك اكيد يعني مشتاق لمشاهده فريق الزمالك في الامارات، واحنا ان شاء الله يعني هنكون عند حسن ظنهم. الحقيقه فكره الحقيقه جيده جدا، وكمان التنوع المدارس المختلفه، سواء زي ما قلت لك في المدرسه مثلا ام صلال القطري او الاتفاق السعودي وفريق طبعا الوحده الاماراتي، الحقيقه انا شايف انها فكره رائعه. كمان من الحاجات الساره اللي يمكن ساعدتنا كلنا، عرفت كمان في تنسيق لنقل الجماهير في نادي الزمالك من خلال اتوبيسات هناك، صح كده؟ يمكن صحح لي انت المعلومه اكتر. هو بالفعل النهارده من حوالي ساعه ونص خدنا القرار في الشركه بتوفيق، طبعا ده بناء على اجتماعاتنا مستمره بشكل شبه يومي مع القائمين على رابطه مشجعين نادي الزمالك في الامارات، الاستاذ تامر الشريف والاستاذ احمد نبيل. واول باول هم بيوصلوا لنا رغبات وطلبات الجاليه طبعا المصريه من مشجعين نادي الزمالك في الامارات، واحنا حريصين كل الحرص ان جماهير الزمالك اي عائق يواجهها في البطوله او في الوصول الى الاستاد ان احنا نحله على قدر المستطاع. وبدنا الحمد لله ان احنا نعمل تنسيق مع شركات باصات هناك في الامارات، ونوفر عدد من الباصات اللي هتسهل على جمهور الزمالك في الامارات المختلفه ان هم يحضروا الى امارات ابو ظبي لمشاهده نادي الزمالك. ودي اقل هديه طبعا نقدمها لجمهور الزمالك وجمهور القلعه البيضاء اللي عزيز جدا على قلوبنا، واللي هم يعتبروا اضافه كبيره لاي بطوله وجودهم فيها. وانت حضرتك يعني اكيد انت زملكاوي وعارف يعني ايه جمهور الزمالك موجود في الملعب. انا شايف فكره حلوه جدا طبعا. ويمكن انا كنت عايز اسالك على ايه، انت كنت في توقع اصلا على ان يبقى حضور كبير عشان كده خدتوا الخطوه دي؟ لان انا متخيل مثلا اكيد في ردود افعال موجوده في دوله الامارات العربيه طبعا الشقيقه بحضور نادي الزمالك ووجود نادي الزمالك في الدوره الوديه، اكيد ما فيش شك يفرق، وحجم الجاليه المصريه اللي موجوده هناك والجماهيريه الكبيره لجمهور نادي الزمالك هناك. هو كابتن محمد احنا طبعا الفتره اللي بقول لحضرتك الايام اللي فاتت احنا بنتواصل بشكل شبه يومي مع القائمين على الرابطه، بالاضافه ان احنا بنتابع حركه التذاكر الاقبال، ففي اقبال من الجماهير العربيه لبقيه الفرق على التذاكر المباريات. فبالتالي جمهور الزمالك بيسعى ان يكون ليه وجود، ووجود كبير ومؤثر في بطوله زي كده. فكان العائق من ضمن العوائق هي ان وجود فيه نسبه كبيره من الجماهير ليها رغبه في الحضور، لكن بعد المسافه. فده كان احنا الموضوع ده بنلبسه من 48 ساعه اللي فاتت، وكان عملنا بالفعرفور اول ما بلغونا القائمين على الرابطه بالطلب ده خاص بالجماهير الزمالك في الامارات، عملنا اتصالاتنا وقدرنا الحمد لله نوفر عدد باصات جيد يساهم في نقل اكبر عدد ممكن من الجمهور يحضر الاستاد. ده نتيجه لمتابعتنا لحركه التذاكر ووجود ضغط جيد جدا من الجماهير الفرق العربيه. انت عارف حضرتك في جماهير من السعوديه هتحضر ان شاء الله تشجع فريق الاتفاق السعودي، وجماهير الوحده الاماراتي الغفيره، نادي الوحده الاماراتي من اعرق الانديه ومن اكبرها في الامارات ويملك قاعده جماهيريه كبيره.
والمباريات طبعا زي ما حضرتك عارف كابتن محمد هتقام على ارضه، فحريصين برضو ان يكون في اكبر تواجد ممكن لجماهير الزمالك في الملعب، وهم يعني ما يعني في المواعيد بيبقوا موجودين، يعني دايما بيكونوا موجودين في الموعد وثقتنا فيهم كبيره. طب ردود الافعال ايه؟ والله في الساعه اللي فاتت ردود الافعال جيده، وبنتلقى رسائل كتير سواء انا على تليفوني خاص او على سواء المواقع البطوله، يعني شيء طبعا ايجابي اثر بشكل ايجابي على جماهير كتيره كانت الموضوع البساط ده عائق بالنسبه لهم، وبداوا بالفعل يعني في ردود افعال كبيره، وبداوا فعلا التحرك تجاه شراء التذاكر وتاكيد حضورهم المباراه. وطبعا دي مش هتكون الهديه الاخيره ولا المفاجاه الاخيره، ان شاء الله في كتير مفاجات هنقدمها للجمهور ان شاء الله خلال الايام الجايه وفي يوم الافتتاح، ومفاجاه تكون ساره، واتمنى انها تسعدهم وتليق بيهم باذن الله جماهير الزمالك. يعني ينفع تقول لنا المفاجات او حاجه منهم ولا ناجلها شويه؟ خلينا نقولها من خلال القناه. لا ينفع أنا يعني مش هينفع اقولها دلوقتي، لكن اوعدك ان هقولها قبلها ب 24 ساعه برضو من خلال قناه الزمالك. طب تمام، ده وعد من حضور قناه الزمالك، ده وعد مهم وفرصه. وانا على فكره كابتن محمد انا مش اول خبر حصري بقول قناه الزمالك، برضو احنا من عملنا مداخله من حوالي شهر او ثلاث اسابيع بعد اعلان قبل ما نعلن الفرق المشاركه، وكنت قناه الزمالك انفرضت حصريا بان انا اعلنت من خلالها الفرق المشاركه بعد ما كان في اجتهادات باسماء الفرق. وبالتالي انا بعلم غير حضرتك الان دلوقتي ان في مفاجات ومفاجات ساره جدا خلال الايام الجايه من هنا لبدايه البطوله جميل الزمالك، وهنعلنها بالتفصيل برضو من خلال قناه القناه عند حضرتك. ده كلام الحقيقه مهم جدا طبعا، بنشكرك عليه يا استاذ حازم. لكن يمكن في الفتره اللي جايه، هل فكرت الفتره الجايه او يعني مش عايز اقول فكره نجاح البطوله او ان شاء الله اكيد هتبقى ناجحه بالاسامي للفرق الكبيره والتنظيم الجيد، لكن هل في المستقبل تخطيط للفتره اللي جايه مثلا في توقف دولي تاني، في التوقفات عامه بشكل عام لمزيد من الدورات دي عامه بشكل عام؟ لا انا في ان شاء الله، وبرضه انا بقولها لحضرتك بس هو لسه المشروع تحت الدراسه، هي خطه تسويقيه ان شاء الله بالنسبه للزمالك هنقدمها لمجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب بعد ما تكتمل، ودي هيكون حاجه مفاجاه كبيره جدا لنادي الزمالك، وهننتقل الى مرحله اخرى مش المنطقه العربيه، ننتقل مرحله عالميه ان شاء الله الفتره اللي جايه الشهور القليله القادمه، بس اكتمل الفكره ونعرضها على الكابتن حسين لبيب، ونتمنى ان شاء الله نفوز على ثقته ويعتمدها، وهتكون حاجه نقله لجمهور الزمالك ونادي الزمالك على مستوى الدول الخارجيه. خطه تسويقيه، انا اقول تفاصيل دلوقتي خطه وفكره مشروع كده ان شاء الله، بس يكتمل في الشركه عندنا، وهنعرضه على الكابتن حسين لبيب مجلس الاداره اذا منحونا الشرف الموافقه عليه، باذن الله انا هكون اضافه كبيره، وانا يعني انتقد نادي الزمالك الى مرحلة أخرى إن شاء الله بإذن الله على مستوى الدول الأوروبية بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربنا يوفقكم وتقدروا تقدموا حاجة تليق باسم نادي الزمالك، لأن الحقيقة نادي الزمالك يستحق الكثير، والكثير دايما بنقول كده، ويمكن فترة من الفترات ما ظهرش وجهه الحقيقي، فكلنا نأمل الفترة الجاية إن ياخد حقه بقى بجد، وحقه تسويقيا، لأن إحنا كنا بنعاني الحقيقة من القصة دي سواء داخليا أو خارجيا لأسباب يطول شرحها، لكن أنا الأوان أن يكون في خطة مدروسة، وأتمنى إن شاء الله ربنا يوفقكم وتقدموا في الآخر الطرح بتاعكم، وفي الآخر مجلس إدارة يشوف القرار المناسب. أنا أحييك يا أستاذ محمد، يا كابتن محمد، على الجزئية دي، لأن ده كان هدف من أهدافي الرئيسية لتقديم ملف فكرة البطولة دي لمجلس إدارة الكابتن حسين لبيب، إن إحنا عايزين الزمالك يتحول الى مرحله جديده، إن اسم الزمالك يستحق ان الزمالك يروح اي مكان. يعني معلومه مهمه لحضرتك ان دي المره الاولى في تاريخ الزمالك ان هو يشارك في بطوله طبعا بمقابل مادي جيد يليق باسم نادي الزمالك، وب كثير من البنود الاضافات المميزات اللي في العقد غير المقابل المادي، الاقامه والمواصلات والتنقل والتذاكر، ودي بتنقل الزمالك الى مرحله جديده تاريخيه لاول مره في تاريخه انه الزمالك يسافر وياخذ مقابل مادي جاي مجزي مقابل مشاركته، لان اسم الزمالك يستحق ذلك، وهو ده فعلا الفكره الرئيسيه للبطوله. الحقيقه انا مستغرب طبعا من ان ممكن يكون ده متاخر فتره من الفترات، لكن عامه نعم. ان تاتي متاخرا افضل من ان لا تاتي. صحيح. طيب هم بشكر شكرا جزيلا طبعا الاستاذ حازم فتوح رئيس الشركه المنظمه لدوره ابو ظبي الوديه اللي ان شاء الله هيشارك فيها نادي الزمالك، كل الشكر لحضرتك.